نواصل حفلنا بآخر فرقة وآخر فقرة مع فقرة جنة الفردوس، فليتفضلوا محفوفين ومعطرين بالصلاة على محمد وآل محمد. تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، تشعشع النور في دنيا الهدى وصفا، بمولد فيه عباس سما شرفا، وراح بيت علي يكتسي حللا، وراح بيت علي يكتسي حللا، خضرا بها زال عنه الهم وانكشفا، واستبشرت فرحا أم البنين به لما تجلى كبدر، لما تجلى كبدر الأفق متصفا، يوم به ولد العباس طالعه سعد السعود، ضوى بالخير قد وكفى. أداء وألحان فرقة جنة الفردوس، كلمات الشاعر محمد العويناتي، القصيدة بعنوان أكاليل الهدى. دين رحيم، نهج قويم، خير عظيم، من سابغ النعم طه الأمين، ذكر مبين في كل حين، نهج إلى الأمم. ما كان حسين فهو طريق نجاة، ما دمنا حقا نسلكه نحظى بالجنة. هو للأكوان إمام وهدى الإسلام يقام، وبه تحلو الأقوام، هو للأمة صمام. علما إن كان سلام، وكذا إن كان حسام، حيث تموت الظلام، وبه علو الإسلام. علم وعلم واجهات، صبر بوقت نائبات، فعالي حسبي إلهي موئلي، في نصب عينيه الإله مهما تكون التضحيات، لا يبالي بكل غالي
بل عنده الأغلى العلي أمر السماء أن الولا للأولياء آل النبي المختار هم للورى نهر جرى نور يرى في عتمة الأسحار تتألق في ظلمة دنيا نفحات الآلات تغرق بالحب عوالمنا وتفوض الأرجاء الله الخالق قد مات من طهر العليا كفا فإذا هي قد وضعت أبناء الزهراء منها الإحسان تجلى فحسين الصبط أقلى صان الإسلام وأعلى وأبى أن يقبل ذلا يا شعبان فما أحلى من رابع يوم حلا فيه للجود محلا قمر رايته الأعلى وخامس الشهر ازدهى باسم زين العابدين لله هاجد دوما وساجد وهو الإمام العابد قد زنت يا شهر الهدى بمظهر الحق الأمين فالقلب ذائب يشتاق غائب ذاك الإمام القائد بيتي رسولي لا يحبكم فرض من الله في القول آني أنزله أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له شنفتم وأطربتم مسامعنا فشكرا لكم على ما قدمتموه فشكرا لكم وطيب الله أنفاسكم يا جنة الفردوس رزقنا الله وإياكم جنة الفردوس إن شاء الله.